السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا الجنة؟ حلقة جديدة ويوم ممطر جديد إلى محاكي المزرعة. اليوم شو راح نعمل؟ اليوم راح نتأكد بلكي طلعت المحاصيل وخلصت مع الجو الرطب. يا زلمة ذبحنا ذبح. خلينا نتأكد انه طلعت المحاصيل. أول اشي من هون، لا لم تطلع. يا يعني هذا الحظ السيء. اي والله. طيب هي كومبليت كولكشن. بما انه نحن رجعنا اليوم بيوم جديد والمحصول مو ناوي يطلع اليوم، لسه مطول، يعني بده شوي كمان حتى يطلع. فلذلك رح اعمل اشي انه رح اشغل تسريع الوقت وبلش انقل هاي الماكينات اللي هون ما لها شغل الى مركزي او ارضي، حتى يعني ننقل هذا الاشي ونستفيد منه ونستفيد من الوقت هذا اللي عم نضيعه. يعني ما عم بعرف انا شلون بدي ادخله، خلينا على النص لانه ان شاء الله بالفيديو الجاي بلكي، ان شاء الله يعني بالفيديو الجاي يطلع المحصول ان شاء الله. اذا طلع بالفيديو الجاي المحصول فراح نكون من جدا المبسوطين صراحة، لان الوضع صار بيهوي. يعني صرنا كم يوم في نفس المزرعة او في نفس الزراعة، يعني بنحاول نعمل شيء جديد علشان صايرة تخطوط الارض. الو هي يعني صرنا كم يوم عم نحاول انه نعمل شيء جديد. والماب يعني باين فيها مرض كتير، يعني صارنا كم يوم لحد الآن في محصول واحد بس. يعني هذا ايش بده يطلع؟ ايش بده يغطي؟ يغطي والله ما بغطي الرأس مال. طبعا هذول الماكينات الثلاثة الموجودات هو راح احطهم هون عند هذا مكان التفريغ، لأن هاي الأرض إلي. ما هي محل الوقر كان صح؟ تقريبا كنا نصل إلى الموقع والمدخل. شايف انا من هون في مدخل، ان شاء الله يكون شغال المدخل. اتوقع ننزل نفوت قرب. هو معلم تيسر تماما. هلا هو المحل مو محطوطات المعدات على اليسار، تذكرت من حطيت سيارة الشحنة وحطيت ماكينة هون بقلب هاي، بس ما راح ينحطوا هنيك، فلذلك راح احطهم انا بهذا الهنجار. هي هون بالهنجار افضل. تماما. طبعا هاي خليها انا شغل معها. خلينا نروح هون الى هذه الماكينة. طبعا بدها تنظيف، بدها تنظيف مو شوي كثير. طب وديني شوي في مكان تاني نروح عليه بدنا نروح. ما في أقرب مكان هو هذا. طبعا هون الماكينات تبعاتي بدهم تنظيف وتصليح وتظبيط، وطلع التراكتور مأنشح. بس والله بيمشي يعني، ها يعني مقارنة بحالته وبوزنه ماشي. احلى شيء هذا المكان عشان يغرز الدواليب بالارض. المهم نروح نوصله. او اوضع الارض تبعي مشان اغسله، ايش رايكم؟ بس وين في، انا عندي مغسله. وين في مغسله عندي؟ بس والله بارضي ما في مغسله. بس تعال اوضع الارض تبعي، لانه هم في عندي، والله هم في عندي ارضين انا. ايوه مو وحده. بعد خلينا احطها هون واحط لهم جنبهم مغسله. افضل حل نطلع حالته حال للتراكتور هذا، ولا نتركه بنشحه؟ والله ما بعرف. ما بعرف هلا اول شوف هو هذا، اجرب ادخله بالكراج جنب سيارة الشحن، لانه سيارة الشحن دخلت فاكيد هو يقدر يدخل. والله ما بظن انه يقدر يدخل. لا والله ماني داخل انا سيارة الشحن، داخل بس تريلا. والله مستحيل تدخل هون، فخلينا نروح نكمل. هو ما ندخل، اتوقع تدخل معي الصينية. يعني اذا بدي ادخل ادخل الصينية تدخل معي هون. تماما.
بنروح إلى آخر مركبة ظلت عندي اللي هي هاي مركبتي الجبارة تبعي تورن ران. أحلى شي مركبتي هاي، بس لو إنه هاي الإيد تنفتح وتتحرك براحتي، الله لسه الساعة 9 الصبح، شكل اليوم المحصول حتى ما يطلع. هسه ما دخل المرحلة الخضراء الأخيرة، فما بعرف انتو ايش قولكم، بيطلع اليوم او يعني فيديو بكرة بيطلع. كل عام وانتو بخير، وان شاء الله يبين عليكم بالصحة وبالعافية، وان شاء الله بس هيك بعيد الجاي بيكون عندي صار 10,000 مشترك او 100,000 مشترك، الله اعلم. بس يعني اذا صار 10,000 مشترك ممتاز، يعني انا طموحي مو اكتر من 10,000 في هاي السنة ان شاء الله يصير عنا. فدعونا هيك بالتوفيق، والله كريم يرزقنا ويرزقكم اجمعين. ولا تنسونا بحسن دعائكم بهذه الايام الفضيله يا شباب. هلا خلينا ندخل الماكينه في هذا المكان، ان شاء الله تدخل، مع انه هاي الصندوق عالي محطوط، ما تدخل. شوف لو مو هاي تبعيت ايش اسمه كان دخلت، ما تدخل. مالكم ملاحظين شغلة انه تحرك الصندوق؟ لا والله، انه يتخيل لي ذلك. طيب هلا بنشوف شو طلع لنا ماكينات هيك بالهواء الطلق بنضبها. طبعا هون في عندي هاي المرشات بنجيبهم، عندنا 2 مرشات، شو بدنا نحطهم؟ هدول ضخمات يا الله. والله ايش رايك تعال نحطه بهي المنطقة، ما دامها موجودة على الطريق وموجودة على الطريق نحط عليها كراجيت. وش خلينا نتأكد انها الي؟ لا مش الي. طيب طب في هون بهي المكان بنروح بنسوي هون كراج وبنشتغل على هاي الشوفة، تمام؟ خلينا نروح لهون الغرفة، خلينا نروح وبنحط كراج مثل تون هذا اللي دخلت فيه، هيك هنجار عالي بس انه شي سيارة تدخل تحته. طبعا الهنجار مهم جدا، ليش؟ لانه الماكينة اذا جت عليها مي بتتضرر، فاذا ظلت تحت مكان مغطى ومحمية بتعيش اكثر الماكينة وبتطول اكثر. اتوقع في محصول طلع هيك اتوقع، يعني خصوصا عندي انا هون سيارة موجودة بالكازية نقدر نسحبها. يعني شوفوا هون الموقع هو لازم يكون هون، ايش رايكم بهذا المكان؟ والله ممتاز معلم، بس عجب بيزبط. تعال نجرب نشوف هاي البيت، الهنجارات هون، بدي اكبر هنجار. لا هذول لا هذول لا هذول لا. شوفي عندك هاد 1 2 3 4 سيارات، هاد 1 2 3 4 وبندخله من طرفين، بس هون من طرف واحد. ايش رايكم بهيك موضوع؟ تعال شوف بنحطوا 2 جنب بعض. طيب خلينا نشوف اول شي من هون، بدنا نحطه هون. شوف هي واحد هون وهي الثاني هون، ايش رايكم بالشغل هاد؟ ذهب معلم. تمام، يعني وما اجوا جنبها 100%. ابوه صارت طلع هي. هلا في غلطين، في شجرة وبيطلع. هلا في من هون شوية حرف، بس يعني أفضل من ما كان عليه. نشوف هون الانجار شو صار، ممتاز، بس في هون شوية طلع هيك بالصوبة. خلينا نشوف شلون اليوم، بس في عنا شوية طلع بسيطة، بس يعني هي اكبر قدر ممكن نقدر ننزلها. يعني ايه يعني اتس اوكي مان،
حلو، يلا بدنا نسوي الشيء الثاني اللي هو بدنا نبلش نجز هدول. هو انا عندي منشار، ثاني ايش عم بشد سجل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا بالغلط شلت عيار، طبعا هاي مكلت الشهور. طيب خلص بنتركهم. طبعا نحن هلا هون كملنا اهم جزء عنا، تعال نشوف ماكيناتنا. هون بالهنجار موجود، هون بالهنجار، هاي لازم ناخذها على شي هنجار احسن ما نضلهم موقفة بالمطر. نروح نحطه هذاك الهنجار الكبير افضل لنا. والله يكون في هنجار، ليش نروح نحط هنجار تاني؟ هي ما وسعت بس يعني بس اوكي. طيب هات هي كمان بنعبيها بشي كهرباء تاني، وطبعا رح يخلص النهار هلا بس خلينا نحط هي بشي مكان، مع انه انا ما استخدمتها ابدا ولا رح استخدمها، بس يعني بس اوكي ما في مشكلة. تعرف انه هون كراج صغير، ايوه هاي الاول قولكم بدخلها. والله شوف هي صعبة شوي بس مو مستحيلة. ما يطول الاثنين، فاذا هنا نحط هون نحط الثانية هون. لا يا معلم تماما. طبعا في عنا شوية ماكينات ما راح اركز عليها، خلينا هلا نوقف الوقت. طبعا هاي وصلنا للبيت وصار الدنيا ليل، ضبطنا الساعة، فخلينا نصنع الساعة، بنفيق بكرة الساعة 6 الصبح. اتوقع ان شاء الله يكون طلع المحصول، فلذلك بيكون هون وصلنا نهاية الفيديو. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة، وانتظرونا بكرة ان شاء الله بفيديو جديد وحلقة جديدة. بس خلينا نتأكد من المزروعة طلع، والله شكله لسه ما طلع يا غالي، والله شكله لسه مطول. نهار تاني بده. طيب رح انام انا كمان نهار تاني، مرق نهار تاني كمان حتى يطلع المحصول، ونرجع لكم ان شاء الله بكره بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. طبعا هذا بعد ما انتم خلصتوا شفت الفيديو. طبعا هي انا مررت اليوم، صار يومين ولساته على ما هو عليه الحاله الزراعيه، فلذلك انا قررت اني احذف اللعبه لانه يومين لحد الان المحصول ما طلع، ايش بدي استنى شهر كامل؟ فلذلك رح احذف هاي التسييفه ونبلش ان شاء الله بكره من بعد العيد، نبلش بمام جديد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.